الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم يا شباب؟ طبعا هذا شركة ماركو بولو هو أضخم باصات عندهم، بس هذا نفس الشركة لأن ماركو بولو عنده هذا الخدمة هذا أصلية، هذا ماركو بولو مرسيدس، هذا أضخم وهذا يفتح حتى هذا الباب بالنص الباص هم يفتح شباب. تابعوا، وهذا الباب الاول يفتح ويفتح هذا الباب الاخير مع الصندوق شوفه، هذا شنطات مال بنات ومال اولاد مهم. نروح على هذا الباب، وين الباب هذا؟ يجي تصعد، هذا تواليت شباب، وهذا هم يفتح، تروح ويا النفارة تقعد. رحنا فوق كبيرة، وهذا من قدام بها تلفزيون. شوفوا شباب، بصراحة أنا سويت تعديل، ما أريد الفيديو يطول. وش اسمه هسه النفرات مالتنا حاضر، ندو سنتر نحمل النفرات مالتنا ونروح المكان بعيدة، هو أنا اختاريته. ف صوت ماله حلو، وانا سويت هيك الجام ماله هيك شوية خفيف، الشباك جام ماله هاي الشغلة. سندوز انتر، عملنا النفرات، الدقمة ما سايق هسه، هذا سدينا الدقمة مال النفرات، والدقمة ما سايق يسدوا هذول من اثنيناتهم. ودخلنا هذا الدركسيون مرسيدس، وهذا الديكور مرسيدس، نطفي الخلطات. هذا بس الشاشة ماله صغيرة، فعلا يعني فعلا باص خرافي شباب. هسه حاليا عندنا ستة باصات عندنا، هذولهم الباص ابو طابقين شباب، هذولهم ماكو كل مكان، تدري ليش؟
أشهد أن لا إله إلا الله شباب عرفت وصلنا شباب وصلنا بسلام هذا الباس مالنا أخلي بالوصف أي واحد يتحمل خلي يتحمله وش اسمه بدون رقم سري ما أخلي رقم سري أهم شيء لا تنسون لايكاتكم ونشروا عمري كل مرة أقول حبيب قلبي نشروا وفيما لا الله معكم. Yeah.